بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم متابعيني الكرام. بداية الفيديو النهاردة حلو جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله. اللي شاف الفيديوهات اللي فاتت كل اللي احنا قلنا عليه حصل بالظبط، وكمان الفيديو ده خليكم مركزين فيه جدا جدا، هتلاقوا فيه حاجات كلها كلها في صالحنا ان شاء الله كمستثمرين او ناس هنحط فلوسنا في البنوك او هنستثمر فلوسنا. ازاي؟ هقول لحضراتكم دلوقتي، هقول لحضراتكم لو انت مش معاك فلوس ازاي هتكسب في الفترة اللي جاية. انا مش معايا فلوس خالص الفترة اللي جاية، الناس كلها بتقول ان لا في الفترة اللي جاية كل حاجة هترتفع وكل حاجة هتزيد، وفي الفترة اللي جاية انا مش معايا فلوس، الناس اللي مش معاها فلوس دي هتطحن. هقول لك بقى دلوقتي اللي معهوش فلوس ازاي هيكون كسبان في الفترة اللي جاية. طيب واللي معاه فلوس وعايز يستثمرها ازاي في الفترة اللي جاية هيكون هو احسن استثمار بالنسبة له، وان كل القرارات اللي بتحصل دي هتكون في مصيرنا في صالحنا كلنا. وهقول لكم ده كله بالدلائل دلوقتي، كمان هقول لكم على اسعار الفايدة ومفاجآت جديدة جدا جدا في اسعار الفايدة وشهادات الاستثمار اللي هتزيد بشكل مش طبيعي، هتبقى كمان اكتر من توقعاتنا اللي قلناها في المرة اللي فاتت. وهقول لكم ايه الدليل دلوقتي وايه السبب في ده. بداية لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بداية كده كلنا عارفين ان في قرار حصل امبارح او صدر امبارح من البنك الفيدرالي بانه رفع سعر الفايدة 250 نقطة. قبل كده كنا 16 و15، ولما رفع 200 نقطة وصلنا ل17 و17 ونص. طبعا ده عنده هو كمان لسه مش عندي انا. طيب لما يكون عندي انا وبدأ اربع او خمس دول خليجية بترفع سعر الفايدة عندها، دايما يا جماعة احنا بنكون زيادة عن الدول الخليجية دي عشان احنا معدل التضخم عندنا اعلى كمان. يعني لما يكون هو معدل التضخم عنده نسبة وتناسب اقل مني ويرفع 50 نقطة، يبقى انا ان شاء الله الرفع عندي هيكون من بعد ال50 نقطة. يعني انا كسبت 1% او 2% دلوقتي من غير اي حاجة على الشهادة، وهتيجي زيادة على اللي جاي كمان. يبقى اللي يقول لك ان اللي جاي اسود ان شاء الله مش هيحصل. ان يقول لي يقول لك بقى ان الاسعار هتزيد، قول له لا لا ان شاء الله مش هيحصل. وهقول لحضراتكم دلوقتي بالدليل. دلوقتي الحكومة بدأت تتخذ إجراءات، أنا قلت لكم قبل كده لما يكون رب الأسرة معاه فلوس أو الأب معاه فلوس بتبقى كل أفراد الأسرة بيبقى باين عليهم إن هم معاهم فلوس. طبعا كلنا عارفين إن يوم 16 اللي هو الجمعة بكرة إن شاء الله هيكون في اجتماع لصندوق النقد الدولي علشان يدي مصر ال 750 مليار ال 750 مليون دولار من أساس 3 مليار دولار. في ناس كتير جدا جدا شككت، وبعد كده الخبراء الاقتصاديين قالوا ان احنا خلاص انت ما بقتش قدامك ان هو يترفض او يتقبل، بما ان انا حققت شرطين ولسه الشرط الثالث اللي هو تعويم الجنيه، يبقى انا كده خلاص رسمي هاخد القرض. طيب رسمي هاخد القرض، اذا في فلوس هتدخل البلد اللي هي 750 مليون دولار. طيب 750 مليون دولار لما يكون اول حاجة خالص التجار كانت بتلجأ لانها تروح تجيب الدولار، الدولار ما بقاش موجود في البنك والبلد ما عندهاش عملة لان ما بقاش في اقتصاد، والحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا خلت ما فيش سياحة، ودول هم اللي كانوا السبب في دخول العملة الصعبة لمصر، وما بقاش في تحويلات كتير للاجانب للمصريين بالخارج. طيب دلوقتي انا البلد لما يبقى فيها دولار، طبعا المستثمرين حاجتهم كلها او بضايعهم كلها مركونة في المخازن ومتكدسة في المخازن زي ما احنا قلنا. هو الاول في الفترة اللي فاتت كان بيلجأ لانه عايز يجيب دولار عشان يروح يعمل افراج جمركي عن حاجته اللي موجودة في المخازن او في الجمارك او في المواني المصرية، فما بقاش يلاقي، فغصب عنه كان بيخرج ان هو بدل يسيب البنك يسيب كل البنوك ويخرج للسوق السوداء. طبعا كل الناس اللي محتكرين زي ما بيحتكر المحتكر الزيت والرز بيحتكر زيت ورز، ومحتكر الدولار بيحتكر دولار، فبيضطر ان هو يروح يجيب من السوق السوداء، هو ده اللي بيعلي الفجوة. فكان ده السبب انه يبقى في البنك بتسعير 24.5 وبره 30 31 جنيه. طيب لما المستثمر هيروح هيلاقي في البنك فلوس لان هيجي البلد 750 مليون دولار، هيبقى في ايداعات في البنوك انت تقدر تاخد منها دولار، يعني لما تروح تجيبه هتلاقيه. كده يبقى السوق السوداء خلاص نامت وماتت، ما بقاش موجود لها اثر. بس هو الدولار هيبقى ب 31 في البنك او 30. طيب تمام مفيش مشكله. طيب 31 و30 انا قلت لحضراتكم قبل كده ودي حقيقه موجوده بالفعل، احنا من يوم الحرب الروسيه الاوكرانيه ما بقاش في رقابه على الاسواق، واحنا بنشتري فعليا من التجار بسعر 30 و31. من تاني يوم الصبح الحرب حصلت احنا بقينا نشتري، لقينا الرفعه دي من تاني يوم الصبح، من تاني يوم الصبح لقينا الرفعه دي، بالرغم ان الفلوس ان البضاعه كانت موجوده في المخازن والحاجه موجوده على الرفوف، بدا الورق بتاع الاسعار يتغير على الرفوف واحنا شايفينه. يعني لو جنب حضرتك هايبر او سوبر ماركت بتروح اليوم ده بالظبط، رحنا لقينا الحاجه زادت تاني يوم الصبح
بالرغم ان لسه ما فيش بضايع جت من بره وما فيش اي حاجه. اذا انا بشتري اصلا ب 31 و30، بس في هنا نقطه بقى مهمه جدا، ما كانش في الفتره دي اي رقابه. الفتره اللي جايه في حاجه لو حصلت في مصر هتبقى زي ايام زمان والعراق وصدام، هيبقى فيه ان شاء الله سيطره على الاسواق بشكل مش طبيعي، اللي هو ان انت تكتب تيكت السعر او تكتب يعني السعر على العبوات بتاع كل يعني كل حاجه احنا بنستخدمها. يعني اروح اجيب علبه السمنه الاقي مكتوب عليها السعر، فهلاقي السعر اللي محطوط ده هيبقى السعر العادل وهديهوله، وغالبا هيكون بنفس السعر اللي موجود، لان الناس دي اصلا استوردت بضاعتها، يا دوب هيفرج عنها وينزلها السوق وخسائره كتير وهو عايز يعوض. فالحكومه علشان هتديله الدولار هيبقى في عندها اشتراطات في التسعير، اذا كده احنا ضمننا ان شاء الله ان التسعير ده كده للناس اللي قلنا ان معهاش فلوس. انا معيش فلوس بس هروح اجيب حاجتي هتبقى مفيش زياده ولا اي حاجه خالص، بالعكس احنا ممكن نلاقي عروض واوفرات، اوفرات كتيره جدا جدا لحاجات كتير جدا، ممكن تديني فروق احطها في جيبي فالاقي ان القرش اللي في جيبي او الفلوس اللي في جيبي بقت زي ما هي ويمكن اقل كمان، يعني بدات يعني تزيد كمان مش بتقل. ده سيناريو على فكره متوقع جدا جدا جدا، وخصوصا بعد الكلام عن الاسعار ده هيعمل ظبط للسوق مش طبيعي. اذا انا فلوسي اهي ما قلتش ولا حاجه، ده انا لو مش معايا فلوس بعد التسعيره الاجباريه. وطبعا كلنا بقى في الفتره دي لازم نبقى عارفين يعني ايه تسعيره اجباريه ويعني ايه رقابه ويعني ايه لو انا معايا ارقام لو لقيت حد بيغلي عليا حاجه اتصل بيه، ده كده مبدئيا. وانا مش معايا اي فلوس، انا معايا الفلوس اليوميه اللي هي بتاعتي، لا معيش فلوس مركونه على جنب ولا هستثمر. اذا كده بالنسبه للناس اللي معهاش فلوس تستثمر، وحبينا نقول ده الاول، وبعد كده اقول لحضراتكم بقى على مفاجات حلوه جدا جدا للناس اللي معاها فلوس واللي بتسال عن موضوع الشهادات والاستثمار وازاي استثمر فلوسي. بقى عند حضرتك فرص كتيره جدا جدا علشان خاطر تستثمر فلوسك في الفتره اللي جايه. بصوا بقى، التوقعات كانت بتقول ان احنا هنوصل بالشهاده ل 19 و20 وده كان اقصى توقع. دلوقتي بقول لحضراتكم ان احنا ممكن نوصل 21 و22 و22 وربع في اسعار الشهادات. ليه بقى؟ دلوقتي هو عنده في البنك الفيدرالي، هم عندهم في دول كتير جدا جدا هقول لكم دلوقتي 4 دول رفعوا الفايده عندهم وسعر الفايده عندهم والتضخم عندهم عشان يواجه التضخم. سعر التضخم عنده مش قدي فانا بمشي وراه، فانا كده هزيد عنه كمان ان شاء الله. يعني انا دلوقتي بقيت زياده كمان عن اللي انا كنت متوقعه. ال50 نقطة دول فرقوا في بنوك كتير جدا، مصرف الإمارات المركزي ده على سعر الفايدة عنده وحط ال50 نقطة على القديم بتاعه. البنك المركزي السعودي دي كده بالنسبة للسعودية المقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، يعني رفع 5% وجهز القرار اتساقا مع تناسقا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة دعم الاستقرار المالي. مصرف قطر المركزي ال50 نقطة برضو اترفعوا علوا معاه لحد 5.25، يعني 5% او 5.25% للاقراض عند الشراء، ده امبارح الخميس. مصرف البحرين المركزي 50 نقطة اساس وصل لحد 4.75 نقطة، ومن 4.75 ل 5.25%. شايفين البنوك دي كلها او الاماكن دي كلها او البلاد دي كلها، البحرين وقطر والبنك السعودي والاماراتي. طيب لما هم يعلوا بالشكل ده انا بقى لازم اعلى عنهم كمان زياده علشان خاطر انا عندي في بلدي التضخم اعلى وبزياده. طيب انا كمان يبقى انا كده استفدت من الاسعار، انا كمان كمواطن معايا فلوس بس برضه هنزل اشتري حاجاتي وطلباتي كلها، هشتري بالسعر القديم ويمكن يبقى فيه اوفرات كمان لما هم يبداوا يدخلوا بضايعهم من المينا كمان، يبقى انا كمان هاخد ان شاء الله تكون الاسعار احسن كمان وافضل. ولو الموضوع ده استمر كمان ممكن يبقى شهر ولا حاجه اشتري بالاسعار القديمه وبعد كده ان شاء الله هنشتري بالاسعار اقل كمان. طيب ده كمان بالنسبه لايه؟ بالنسبه لو انا مش معايا فلوس. قلنا بقى بالنسبه لو انا معايا فلوس، الفتره اللي جايه هتشهد البنوك ارتفاع في اسعار الفايده بشكل مش طبيعي. انا كده كما كانش من المتوقع ان انا يوم 16 هستفاد باي حاجه، قلت له حضراتكم ان احنا ملناش علاقه بالاجتماع ده، الاجتماع اللي هو بتاع يوم 16 احنا كده بدانا نستفيد منه كمان استفاده اولى. الاستفاده الثانيه بقى كمان يوم 22 في الشهر بالنسبه للشهادات فعلا ورفع الفايده رسميا، يبقى انا كده استفدت من يوم 16 في الشهر ان انا لو مش معايا فلوس ولو انا برضو معايا فلوس استفدت بايه؟ استفدت بفرق الاسعار وان البضايع دي كلها تدخل من المينا وان هيبقى في فلوس في البلد او هيبقى في انتعاشه انا هحس بيها كمواطن. الفايده المره الثانيه لو انا بقى معايا فلوس وعايز استثمر فلوسي الفتره اللي جايه بقى هتشهد ان يبقى في اسعار فايده
كتير، وزي ما قلت لحضراتكم البنوك اللي انا قلت لحضراتكم عليها في، شوفوا الفيديوهات اللي فاتت، بدأت تلم المستثمرين او الناس او انا وانت وحضرتك، واللي معاه 100 واللي معاه 200 واللي معاه 300 بدأ يعمل له عروض حلوه وحاجات حلوه علشان خاطر ان هو يبقى موجود في البنك وفلوسه ما تطلعش بره البنك ابدا، عشان بعد كده يبدأ يرفع وحضرتك تسيب الفلوس زي ما هي. يبقى احنا كده ان شاء الله الايام اللي جايه هتبقى ايام باذن الله تبقى ايام حلوه علينا جدا كلنا ان شاء الله، كلنا هنحس بالفروق دي باذن الله، مش هتبقى ازمه عندنا ولا حاجه زي ما بيقولوا. في 2016 الموضوع كان مختلف خالص والسيناريو كان مختلف خالص، المره دي ان شاء الله ان شاء الله كل اللي هيحصل وكل اللي هيجي هيكون لصالحنا، وان شاء الله هيكون في 21 و22% فايده كمان ان شاء الله، ولو 20% مش هيبقى وحش في الاول، لان بعد كده ان شاء الله الحكايه هتزيد وهيبقى افضل، وهيبقى عندي فرص استثمار في حاجات كتيره جدا جدا. والذهب ان شاء الله ممكن الموضوع الدنيا تظبط معاه شويه، ممكن اشتري شويه ذهب. يا جماعه عايزه اقول لكم تاني، هتشتري ذهب بلاش الخاتم والسلسله والاسوره، وده انا قلته قبل كده، هنشتري السبيكه ويكون عدد يعني جراماتها قليل مش كبير، بلاش السبيكه الكبيره دي، انا اقدر اتصرف فيها وبيبقى مصنعيتها وضريبتها قليله شويه. احنا كده عرفنا ازاي نحافظ على فلوسنا في الفتره اللي فاتت، وارجع اقول لحضراتكم تاني اي دخل موجود في اسمك بايد حضرتك ما تتخلاش عنه في الفتره دي لحد ما ربنا يسهل والازمه دي تعدي ان شاء الله. اللي جاي ماهوش ازمه، اللي جاي احسن ان شاء الله، وخليكم متفائلين، وان شاء الله في الفتره اللي جايه بمجرد ما يحصل الاجتماع بكره ان شاء الله هنقول لحضراتكم ايه اللي حصل، بس هو غالبا ده اللي هيحصل زي ما قلت لحضراتكم بالظبط. بس توقعات يوم 22 اللي محدش عارفها، لان في ناس كتير بتقول ان احنا ممكن نوصل بالفايده ل 23%. ان شاء الله كل الايام اللي جايه حلوه جدا على الشعب المصري، ممكن تكون الكيانات الاقتصاديه الكبيره اللي بعد الدوله هي اللي تتاثر، لكن احنا كمواطنين ومساهمين 100000 و200000 و300000 و400000 و500000 كل ده ان شاء الله احنا هنكون مستفيدين، واللي معهوش خالص فلوس ان شاء الله برضو في الفتره اللي جايه هيكون مستفيد. اتمنى يكون الفيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، واشوفكم في فيديو جديد بكره ان شاء الله بعد الاجتماع. في امان الله.